لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. بالكومنتات عندي من فترة زي كذا، نفهم هالفيديو إنه بكرة بتخلع الحجاب. لا، ليش تستني بكرة؟ السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعينا الكرام. نصرة الحربي تخلع الحجاب أثناء بث مباشر في مفاجأة تصدم المتابعين. ضجة واسعة أثارتها الإعلامية السعودية نصرة الحربي بخلعها الحجاب في بث مباشر على تطبيق سناب شات، وانتقد متابعون للإعلامية المشهورة على سناب شات خلال البث المباشر إخراجها لخصالات من شعرها، الأمر الذي جعلها تفاجئهم بخلع الحجاب كاملا. خلاص آخر مرة هتشوفوني في السوشيال ميديا حقا في حساباتي كلها كداري، فرجاء أي أحد يشوفني يحترم خصوصياتي لا يكلمني ولا كأنه يعرفني. أنا بالنسبة لكم نصر الحربي ماتت، سيبوني. وبعد انتهاء البث نشرت صورا لها دون الحجاب وعلقت: أنا إنسانة غير محجبة بالواقع، لكن كنت ألبس في سناب عشان لا أستفز الرأي العام، ويهمني إني أحترم الناس اللي اتبعني. لكن من فترة والتعليقات بعضها فيها تنمر وتطفل على قراراتي الشخصية، وشن متابعون هجوما حادا عليها، الأمر الذي دعا شقيقتها حياة الحربي لدعمها برسالة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وطلبت حياة الحربي شقيقتها العيش بحرية وعدم الاهتمام لرسائل المهاجمين، مؤكدة أن الله ينظر لما في قلوبنا ولا ينظر لأشكالنا. وقالت حياة الحربي في رسالتها: دعي شعرك يتنفس وتنفسي حرية يا أختي، إن الله ينظر لما في قلوبنا. الحجاب هو أن نحجب أنفسنا عن الظلم والنفاق وكل عمل يسيء ويضر خلق الله. وعلقت الإعلامية السعودية لبنى عبد العزيز: نصر الحربي إنسانة طبيعية زي كثير من البنات، كلنا نخضع في قراراتنا لمحيطنا ونتأثر بميول الوعود والاستقرار والراحة. وأضافت في تغريدة عبر تويتر كانت في أقصى اليسار ثم أقصى اليمين، والآن أعتقد إنها فعلا نضجت واتزنت وتصالحت مع نفسها. وفي السياق كتب الدكتور تركي الرجيان: دوما إجبار الناس نحو سلوك ما لا يعني إيمانهم به حتى لو فعلوه. هناك تصرفات بالمجتمع كانت نتيجة الوصايا الدينية ولم تكن لحرية الشخص باتخاذ القرار. ما قامت به نصر الحربي هي ممارسة لحقها الطبيعي بخلعه أو حتى لباسه. علينا احترام رغبات الناس، فلا أحد وصي على أحد أو مقيم أنت لأحد. وفي عام 2018 أعلنت نصر الحربي زواجها وارتداءها النقاب، ونشرت صورها وقالت: نسترجع أنا وأنتم ذكريات فرحي الجميل مع حبيبي، الله يحفظ لي إياه يا رب ويخلي لي إياه يا رب. ولفتت إلى أن زوجها منذ أن دخل حياتها أصبحت أجمل بكثير، قائلة: الحمد لله، بفضل الله عز وجل صرت إنسانة من أحسن إلى أحسن، تحجبت وصرت منتقبة وتابعت وقتها الحمد لله عن اقتناع، ورضيت بالقليل إلى أن جاءني الكثير الحمد لله. وعندما اعتقد المتابعون أن قرار النقاب جاء بأمر زوجها الذي أخفت ملامحه خلال زفافهما، نفت ذلك وأكدت أن الأمر بإرادتها. نصر الحربي من مواليد 3 أغسطس 1988 وهي إعلامية سعودية، ولدت لأم مغربية وكان ميلادها والنشأة في المغرب. تعد من الجيل الصاعد في مجال التمثيل والإعلام في الخليج. والتحقت نصرة مؤخرا
إلى العمل في مجموعة MBC وشاركت في مهرجان جدة التاريخي. قبل عام تقريباً خلعت الممثلة والإعلامية السعودية نصر الحربي نقابها ثم حجابها وظهرت لأول مرة بشكلها على الجمهور الذي عبر عن إعجابه بجمالها الناعم، ومن وقتها فهي تستعرض إطلالاتها على المتابعين التي تنوعت بين فساتين وملابس كاجوال أو يومية وملابس للسهر، وتنوع الإستايل الذي اعتمدته في كل إطلالة لها، إلا أنها لاقت بها كلها. ومع ذلك تبقى بعض التعليقات حاضرة من خلال بعض الأشخاص الذين انتقدوا خلعها للحجاب، بينما البعض الآخر عبر عن إعجابه بإطلالتها مشيرين إلى أن قرارها حرية شخصية. وتعرضت نصرة للعديد من الانتقادات عقب إقدامها على خلع حجابها، ووصف البعض قرارها بخلع الحجاب بالمندفع، وقال فريق من متابعيها إن السعي وراء الشهرة والأضواء يجعل الإنسان يتخلى عن كل شيء، بينما دفع البعض عن حقها وحريتها في اختيار ما تريد والظهور بالشكل الذي يتناسب مع قناعاتها. وتعليقا على تصدرها الترند، كتبت نصر الحربي على حسابها في تويتر: العافية أن ينشغل الإنسان بنفسه، بأفكاره، بأحلامه، وأن يكون وقته ضيقا لا يتسع للتفكير وراء الآخرين. وتابعت الحربي أن قرار ارتداءها النقاب كان قرار ذاتي، وأنها وصلت لمرحلة من النضج تجعلها تحسب حساب ابنيها من زيجتها الأولى، أحدهما ذو 16 عاما والآخر 10 سنوات. وتابعت الحربي: كان لابد أن أدرس خطواتي إكراما لأبنائي، هم رجلان في حياتي. وعدت للسوشيال ميديا بالنقاب لأنها الصورة التي أواجه بها الناس حتى في حياتي الخاصة. أصبحت أرى الحياة من وجهة نظر أخرى، وغيرت طريقة معالجتي للحياة. وعن السوشيال ميديا قالت الحربي إنها أصبحت تقدم محتوى سيئا رغم وجود الرقابة. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.